التعليم بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب المحترمون، السيدة الوزيرة، والمغرب من أمة اقرأ يسائل الحكومة عن ما هو الجديد بالمناسبة بالمقاربة للتعليم في العالم القروي، لا سيما وأننا خططنا ميثاقا وطنيا للتربية والتكوين وبرنامجا استعجاليا ومجهودات أخرى. كيف ستواجهون الدخول المدرسي المقبل، وما هي المجهودات التي ستبذلها الحكومة في آخر أيامها لتحضير الدخول المدرسي المقبل؟ شكرا سيدي في العالم القروي. شكرا سيدة الوزيرة، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، وشكرا للسيدة النائبة المحترمة على إتاحة هذا الموضوع مرة أخرى، موضوع التعليم بالوسط القروي الذي يشكل انشغالا لكل الفعاليات. بطبيعة الحال كما سبق أن أوضحنا في عدة مناسبات، البرنامج الاستعجالي جاء بعدة تدابير استفاد منها بالدرجة الأولى العالم القروي، سواء تعلق الأمر بتأهيل فضاءات المؤسسة التعليمية أو توسيع العرض التربوي أو ربط المؤسسات بشبكة الماء والتطهير والكهرباء. ولو أننا لم نتمكن بعد من تغطية كل المؤسسات، ولكن واحد العدد كبير ديال المؤسسات اللي استفدت من هذا الجانب. هذا كاين كذلك كما تعلمون المجال ديال محاربة المعيقات السوسيو اقتصادية واللي تعلقات على وجه الخصوص بمبادرة مليون محفظة اللي 60% ديال المستفيدين منها كيتوجدوا في الوسط القروي، واللي الخصوصيه كذلك بالنسبه للوسط القروي هو انها كتوفر المحفظه والكتب والادوات المدرسيه حتى الاعدادي ماشي غير الابتدائي فقط. وهناك كذلك برنامج تيسير اللي هذه السنه عرف 590 الف ديال المستفيدين، الشيء اللي كيشكل 26% من التلميذات والتلاميذ واكثر من الثلث من الجامعات القرويه. اذا كاين واحد الاستفاده كبيره. كاين مبادره ديال المدارس الجماعاتيه كذلك اللي باش تحل المشاكل اللي كيعرفها الوسط القروي، ولكن كيبقى على انه هذه الجهود بعدا اعطت نتائج جد إيجابية فيما يتعلق بتحسين مؤشر التمدرس، بحيث أن النسب ارتفعت في هذه السنتين 6 نقاط بالنسبة للفئة العمرية 6-11 سنة، و 9 نقاط بالنسبة للفئة العمرية 12-14 سنة. ولكن مع ذلك يبقى على أنه ما زلنا في حاجة إلى جهود كبيرة، لأن التنمية ديال المدرسة في الوسط القروي هي مرتبطة بالتنمية المجالية بشكل عام، ولا بد أن نواصل العمل بشكل جماعي، لا بد أن تتضافر الجهود من أجل أن نتمكن من القضاء على كل المعيقات التي يعرفها الوسط القروي. وشكرا. شكرا. تعقيب سيدة النائبة المحترمة. سيدة الوزيرة، احنا في الفريق الحركي نتمن ما جاء في جوابكم شكلا ومضمونا، الا انه نبغي نضيف لكم السيدة الوزيرة، تعميم ديال الربط بالماء والكهرباء في العالم القروي ضروري، الاستقرار ديال رجال ونساء التعليم في العالم القروي ضروري، وبالتالي لا بد من تكثيف الجهود في السكنيات. كذلك السيدة الوزيرة بالنسبة للإناث، اليوم صحيح ان برنامج تيسير شجاع التسجيل الى اخره، ولكن راه منين كيوصلوا القسم السادس كيلتحقوا بالاعدادي عدد مهول من الاناث ما كيلتحقوش، لان ما كايناش دور الطالبه كافيه، ما كايناش الداخليات كافيين، وبالتالي خص واحد المجهود يدار في هذا النطاق هذا، ولا سيما في النقل. السيده الوزيره، راه في التعليم في العالم القروي بدون نقل وبدون داخليات سوف نكون نقول كلاما لا يصدقنا فيه الناس. وبغيت نعطيكم واحد المثال السيدة الوزيرة اللي وقع في الدائرة اللي أتشرف بتمثيلها، على التازي، سوق الأربع، سوق الثلاث، عرباوة، واد المخازين، سيدي بوكر الحاج، لالا ميمونة، 13 جامعة قروية. فالطلبة الأحرار اللي تقدموا البكالوريا النظام كيطلب منهم باش يعاودوا الجهوي، الجهوي في الدورة الأولى دوزوه في مدينة سوق الأربعاء، في الاستدراكي خاصهم يمشيوا للقنيطرة
ما لقاوش باش يركبوا السيده الوزيره، وكان نطلب منكم باش تشوفوا شحال العدد اللي ما تمكنش باش يوصل للقنيطره باش يكون في الوقت باش يدوز الدوره الاستدراكيه. وهادو تلاميذ في العالم القروي قاموا بمجهود وتقدموا كاحرار لنيل شهاده البكالوريا لعلها تسمح لهم بايجاد شغل يعيشون فيه واسرهم بكرامه. اذا هاد الاشكاليه ديال العالم القروي خصها واحد النقله نوعيه اذا صح القول، لان الخصاص كثير. صحيح كاين مجهودات كبيره، ولكن راه اللي مازال خصو يدار كنظن مجهود قل من هذا الشيء اللي دار، ولكن حنا كنأكدوا على النقل في العالم القروي، لان لا يعقل تلميذات وتلاميذ تحت الحر وتحت الشتاء يصلون الى المدارس السيده الوزيره مبللين هما ومحفظاتهم وادواتهم، كيف يمكن ان يسيروا الدرس وفصل الشتاء كله في هذه الحاله هذه؟ اذا نحن نطالبكم في الفريق الحركي بمجهود خاص للعالم. شكرا لكم. تعقيب